أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه الإطلالة اليومية على الصحف الجزائرية وتونسية والمغربية في برنامج قالت الصحف. أرحب بكم ونبدأ مع الصحف الجزائرية ومع صحيفة البلاد التي عنونت في صدر صفحتها الأولى: بوتفليقة يقرر ترسيم أصحاب عقود ما قبل التشغيل، وعنوان معلق: بدوي يؤكد أن العملية تتم على دفعات في كل القطاعات. صحيفة البلاد من بين الصحف التي يقول كثير من المراقبين أنها تروج لهذه المقولة بأن بوتفليقة يقرر القرارات، مع أنه كثير من التعليقات للصحفيين وأيضا للمراقبين يقولون بأن بوتفليقة ليس في حالة يقدر معها أن يقرر أي شيء، وإنما هناك بعض المسؤولين يحاولون الترويج لهذه المقولة ليس إلا. نذهب إلى صحيفة الحياة مع عنوان رئيسي في صدر صفحتها: بنك تراست لا علاقة له بمشاكل كمال شيخي. وأكثر من عنوان فرعي في الصفحة الأولى، لكن ما لفت انتباهي وما لفت انتباه مراقبين هو هذا العنوان اللي كانت كثير من الصحافة تكلمت عليه أمس أيضا، أنه علي بالحاج محل تحقيق قضائي في فرنسا على لسان وزير الداخلية الفرنسي. كثير من التعليقات كانت في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الرجل، نقول واحدة منها أنه قال هذا الرجل المسكين اللي ما يقدرش يطلع من داره بيروح يصلي جمعة أو يحضر جنازة صديق أو عرس صديق، كيف له أن يذهب إلى فرنسا لكي يقف أمام القضاء الفرنسي في قضية هو محل تحقيق فيها؟ يعني سخرية حول هذا العنوان. عنوان آخر أيضا يثير السخرية عند البعض وهو ما قاله وزير الداخلية بدوي: الرئيس وجه تعليمات صارمة لتحسين حياة المواطنين. قال بعضهم منذ 99 حتى الآن، مرت تقريبا 19 سنة، لماذا لم يعمل بوتفليقة على تحسين حياة المواطنين بدل أن يوجه حسب بدوي تعليمة لتحسينها في آخر أيام عهدته الرابعة؟ نذهب إلى صحيفة الخبر ومع عنوان رئيسي مرتبط بالوضع الاقتصادي والاجتماعي. تقول الخبر في صفحتها الأولى مع صورة معبرة: غلاء فاحش في الأسعار مع الدخول الاجتماعي. عنوان آخر فرعي يفند ما تذهب إليه حكومة أويحيا أو ما ذهبت إليه أيضا الحكومات السابقة لأويحيا: أرقام ضعيفة سجلها تقرير الأمم المتحدة، واقع بائس للاستثمارات الأجنبية في الجزائر. الاستثمارات الأجنبية في الجزائر ضعيفة جدا لأنه جو الاستثمار في الجزائر ضعيف جدا، الضمانات ضعيفة جدا، البيروقراطية رهيبة وتفشل الاستثمارات، وأيضا النظام البنكي والنظام المالي يعود إلى عصور ما قبل تكوين الدولة حسب الكثير من المعلقين. إذن عنوان صادم لمتخذ القرار في الجزائر ولعناوينه على المستوى الوزاري أو على مستوى المسؤولين الذين يخرجون في تلفزيونات السلطة أو تلفزيونات التابعة للسلطة، والذين يروجون لمقولة بأن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر في تزايد عام بعد عام. نذهب إلى صحيفة الشروق، تطرقت إلى موضوع مختلف لم أشاهده في عناوين صحف الأخرى، موضوعين في الحقيقة. الأول مرتبط بهذا التذمر لدى الرسيبين وأيضا الناجحين في شهادة البكالوريا دورة 2018، والذين لا يثقون في التصحيح أو التصحيح الذي أشرفت عليه وزارة التربية الوطنية. الكثير من الرسيبين وخاصة الأحرار طالبوا بإعادة التصحيح وانتفضوا ضد الوزارة وهددوا بمسيرة وطنية كبيرة
خلال هذا الشهر. بعض الناجحين أيضا تذمروا وشككوا في طريقة تصحيح لهذه الدورة، لامتحان هذه الدورة. صحيفة الشروق تقول: توسع احتجاجات ناجحين على معدلات البكالوريا وأساتذة يتضامنون معهم. عنوان آخر بصورة حول ما أثير عن بعض الأدوية المسرطنة والتي تحدثت عنها الصحف الجزائرية خلال هذه الأيام. تقول: الشروق طوارئ بالصيدليات وسحب العلامات المسرطنة بيرعب المرضى. جزائريون يقاطعون الأدوية القاتلة ويفضلون الأعشاب. عنوان آخر ملفت للانتباه في الصفحة الأولى لصحيفة الشروق: 170 مليون أورو دفعها جزائريون لشراء عقارات بإسبانيا خلال 90 يوما. مدينة أليكانتي ومدن إسبانية أخرى تستقطب الجزائريين أو المال أو الرأس المال الجزائري للمغتربين. ماذا لو كان عندنا برنامج في الجزائر لاستقطاب هذه الملايين وهذه المليارات التي تذهب كل سنة في تركيا وأيضا في تونس وأيضا في إسبانيا، وخاصة إسبانيا. يعني المواطن الجزائري اللي ساكن في بريطانيا أو في فرنسا أو في كندا أو في أوروبا، في كلها، يعني اللي يحب عنده فلوس رأس مال يحب ينزلوا الجزائر حتى يشتري بيت، غير موجودة التسهيلات. تصدقون في الجزائر لا يمكنك تحويل الأموال ولا يمكنك شراء ولا يمكنك الاستفادة من يعني المعروض التجاري اللي تحطه الدولة. إذا حبيت تبدل الدراهم في الجزائر لازم تروح للسكوير في العاصمة أو السكويرات اللي موجودة في المدن الجزائرية. مؤسف جدا يعني هذا الوضع في الجزائر. نذهب إلى صحيفة الوقت الجزائرية والتي تحدثت عن هذه المبادرة التي يروج لها حمص ورئيسها مقري. تقول الوقت: الأفافاس يرفض ضمنيا مبادرة حمص، لأن الأفافاس كما نعلم لديه هو أيضا مبادرة. عنوان آخر تقول الوقت: سوناطراك تفتح باب التوظيف. صحيفة لوطو الناطقة بالفرنسية اهتمت أيضا باللقاء حمص الأفافاس. عبد الرزاق مقري: شي لأفافاس سان كونفانكر شاكان سان كونسنسوس. وهذه ربما مأساة الجزائر أن كل حزب سياسي يعلق الكثير من المراقبين لديه مبادرة يحاول أن يروج لها، وهذه المبادرة تتحدث عن التوافق وكل واحد ماسك التوافق متاعه وحاطه في جيبه، يقول أحد المراقبين، ولا ندري كيف يتوافق هؤلاء الذي كل واحد فيهم يملك برنامجا للتوافق ولا يريد أن يتنازل عنه. صحيفة ليبرتي الناطقة بالفرنسية أيضا في صفحتها الأولى تطرقت هذا الموضوع، حوار مع عبد الرزاق مقري: aucun parti ne pourra gouverner seul après 2019. وهو عنوان يعني باهت جدا، يعني الكل يعلم أنه ولا حزب سياسي يستطيع أن يحكم الجزائر لا الآن ولا قبلها ولا بعد 2019. صحيفة Le Quotidien d'Oran تصريح لوزير الداخلية بدوي: ceux qui n'ont rien à faire doivent partir. علق أحد الصحفيين: لو طبقنا هذه المقولة على المسؤولين داخل النظام أكيد أنه ولا واحد مسؤول راح يبقى في هذا النظام، وقد نعرف نظام جديد بمسؤولين جدد. ceux qui n'ont rien à faire doivent partir. لوسوار دالجيري الناطقة بالفرنسية أيضا اهتمت بهذا الوباء، قرصة هذه الناموسة، هذه الموستيك، ناموسة النمر. تقول لوسوار: أليرت أو موستيك تيجر. لكن السلطات العمومية لا يبدو أنها تعطي المعلومة الصحيحة للمواطنين. عنوان آخر: أكوا سيرب لي ريستريكسيون حول ليزامبورتاسيون التي توصل للجزائر. الدولة تعلن على قائمة ممنوعة، لكن القائمة تدخل والكل يتساءل كيف تدخل قوائم لمواد أساسية أو غير أساسية للبناء، الحديد، المواد الغذائية، وهي ممنوعة من الدخول. يبقى السؤال معلق:
صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية، آخر صحيفة جزائرية، أفير دي لـ501 كيلوغرام دو كوكايين أوديسيون دو 18 بريفونو، وأيضا عنوان آخر مهم جدا وهو كريدي أونسانج لو كاستيت دي رومبورسمون، وهي قضية ربما تحيلنا إلى ما قاله سلال في الحملة الانتخابية 2014 عندما قال جماعة لونساج اديتوا دراهم روحوا اتزوجوا بهم. إلى المغرب مع الزميل المراسل من هناك نبيل عبد اللاوي، ما الذي جاءت به الصحف المغربية اليوم؟ مرحبا زميلي سليم وبجميع السادة المشاهدين. الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم حملت عديد الأخبار، اخترنا من بين أهمها بداية بيومية الأحداث المغربية في عنوان وحد جميع الصحف المغربية: قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة أزرو في وسط المغرب، المشتبه به أحيل على التقاعد بملف طبي، حيث أردى 3 قتلى من عائلته وأصاب 6 آخرين بجروح بواسطة بندقية صيدا. في ذات اليومية دائما في عنوان أيضا في تقريبا في كل الصحف المغربية: الناشرون يجمدون مساهماتهم في هيكلة المجلس الوطني للصحافة، حيث قرر فريق الناشرين بالفيدرالية المغربية لنشر الصحف تجنيد مساهمته في مسلسل هيكلة المجلس الوطني للصحافة في الاجتماع التقييمي الذي عقده السبت الماضي الأعضاء الناشرون والمنتخبون. والسياحة بالمغرب تنويه هوليودي، حيث أفردت مجلة متخصصة أمريكية موضوعا خاص بالمغرب أسمته The Hollywood Reporters في نسختها الورقية والإلكترونية، خاص بالمغرب المؤهلات السياحية للمغرب في ركنها القار أجمل مكان في العالم. نتحول إلى يومية الأخبار: برلماني متهم بالنصب على رجل أعمال صيني في 200 مليار، قدم لرئيس الحكومة مشروعا ضخما لاستغلال الفحم الحجري بجرادة. النائب البرلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وهو مرشح بمنطقة الشرقية بمدينة وجدة. في ذات اليومية في المجال الصحي: وزير الصحة يوصي بصباغة مستشفيات الشمال ويهمل الموارد البشرية. زيارات مرتقبة للفنيدق وشفشاون وإعفاءات تلوح في الأفق بعد أن وقف وزير الصحة الذي يقوم حاليا بجولات مكوكية في المغرب لتفقد المستشفيات، قلت بعد أن وقف على مجموعة من الاختلالات في هذه المصحات أو المستشفيات العمومية. نتحول إلى يومية الصباح التي أفردت كذلك عنوان بارز في صفحتها الأولى: قتلى وجرحى في إطلاق رصاص، معلم متقاعد بأزرو يصفي 3 أشخاص ببندقية الصيد ويصيب 5 بجروح. وفي الشأن السياسي: ملايير صينية تحرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، طنجة تك تبحث عن سد ثغرة تمويلية كبيرة بانسحاب مجموعة هايتي اليابانية، مما وأوقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في حرج كبير. وبمدينة الدار البيضاء كبريات المدن المغربية عصامة ملثمين تهاجم حيا بالمدينة. نختتم هذه الجولة في الصحف المغرب لهذا اليوم بيومية المساء التي هي أيضا لم تحيد عن الموضوع والعنوان البارز في كل الصحف: مجزرة بأزرو متقاعد يقتل 3 أشخاص ويصيب دركيا ببندقية صيدا. وفي ذات اليومية في عنوان طريف: مواطن على قيد الحياة وفي المحافظة العقارية ميت، حيث اكتشف مواطن مغربي مقيم بفرنسا أن أشخاصا لا تربط بهم أي صلة قرابة قاموا بتزوير شهادة وفاته للاستيلاء على عقار مهم بمدينة القليطرة. وحين عاد هذا الصيف إلى أرض الوطن فوجئ بأن المحافظة العقارية تتوفر على شهادة وفاة وهو على قيد الحياة. كان هذا إجمالا زميلي سليم بعض العناوين البارزة التي اخترناها لكم من صحف المغرب لهذا اليوم. شكرا لك زميل نبيل عبد اللوي مراسلنا في المغرب. نتحول إلى تونس مع مراسلنا هناك الزميل غفران الحسيني. تفضل غفران، ما لديك من صحف تونسية؟ نعم مرحبا زميلي سليم، أحييك وأحيي كافة السادة المشاهدين. الصحف التونسية منطلقها صحيفة الشروق التي سلطت الضوء على العيد 61 للجمهورية التونسية تحت تساؤل. تصدر الصفحة الأولى: الجمهورية مهددة،
كتبت الشروق: أن التونسيين يحفون يوم غد الذكرى 61 لعيد الجمهورية وسط مخاوف من جدية المخاطر التي باتت تهدد الدولة، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تغرق فيها تونس سنة بعد أخرى. تابعت الشروق أنه لا يخفى على التونسيين مخاوفهم من تزايد الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، والتي أفرزت أزمة اجتماعية تنامت فيها نسب الفقرية لتصل إلى 10% في بعض الجهات، إضافة إلى البطالة التي وصلت إلى 15.4 فضلا عن العنف والانتحار. من المخاوف الأخرى التي تتهدد الجمهورية حسب الشروق: الإملاءات الخارجية حسب ما وصفها الخبراء الاقتصاديون الذين أعادوا الضعف الاقتصادية إلى الأسباب التي قد تدفع بالقوى الخارجية إلى فرض إملاءاتها، فضلا على مكاسب أخرى تتهدد الجمهورية، كما نقلت الصحيفة على لسان رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضانية في أمهات القضايا، قائلا أن الفقر والتهميش وغياب العدالة الجهوية وغيرها تعتبر من الأشياء التي تهدد بصفة كبيرة الجمهورية، خاتما بالقول أن الجمهورية تعيش بمواطنيها وحقوقهم كاملة، إلا أن الوضع العام حاليا فيه انسداد للآفاق المستقبلية. نتحول الآن إلى صحيفة الصحافة اليوم، وفي موضوع سياسي: مراهق السياسة لن يضمن السيادة، هكذا كان العنوان. كتبت الصحيفة: أننا سنقهر المتلاعبين بمصلحة الوطن ولا يتعلمون الحجامة في رؤوس اليتامى كما قيل. تصريح مهم أورده موقع صحفي نقلا عن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بتاريخ 22 جويلية 2018. تصريح مهم لأنه وضع التوصيف المناسب حسب الصحيفة للعلاقة بين إهدار السيادة والمراهقة السياسية التي أصبحت تسري في المشهد الحكومي حتى حولته إلى ظل باهت لتلك الدولة المهابة صاحبة القرار السيادي. ختمت الصحيفة بالقول أنه ليست الدولة التونسية ملعبا لهواة الأطماع والمقايضات مع الدوائر الخارجية على حساب قوت المواطن ومؤسسات الدولة. أيضا ليست الدولة التونسية ملعبا للتمرين على الإصلاحات الموجعة التي لم تجع أحدا في النهاية إلا الفئات الكادحة، بل حذفت أيضا علامة الطبقة المتوسطة، لأن الجميع الآن لم يعودوا من الطبقة المتوسطة، فإما أثرياء للحرب وأغنياء بالصدفة أو طبقة كادحة على حد تعبير الصحافة. نختم جولتنا بجريدة المغرب في ميكروفيزيا التوازنات السياسية. تونس الكبرى تقدم كبير للنهضة، حيث أعادت الصحيفة دراسة وقراءة نتائج الانتخابات البلدية بعد انتخاب المجالس البلدية وتعيين رؤسائها، وبعد التنصيب النهائي ل 37 مجلسا بلديا قضت المحكمة الإدارية بإبطال انتخاب رئيس بلدية رادس من ولاية بن عروس. وهنا تقدمت النهضة بوضوح في جهة تونس الكبرى، وكان تفوقها واضحا على نداء تونس والمستقلين في كل الدوائر الانتخابية باستثناء تونس 2، حيث حصل نداء تونس على 3 بلديات، فيما لم تتحصل الحركة الإسلامية إلا على 2، وآلت رئاسة البلديات الأخرى إلى المستقلين. تابعت الصحيفة أيضا أن حزبين تمكن من الحضور في حوالي 50% من البلديات، وهما الجبهة الشعبية ب18 قائمة، منها 9 في دائرة بن عروس، والتيار الديمقراطي ب17 قائمة، منها 7 في دائرة منوبة فقط، مما يكشف تفوق حركة النهضة على الجميع، وأيضا توزع المراكز الانتخابية والمقاعد بطريقة مختلفة بين جهة وأخرى حسب القائمات التي ترشحت في كل دائرة انتخابية. هذا زميلي سليم تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا لك زميل غفران الحسيني مراسل قناة المغاربية في تونس. مشاهدي الأعزاء، نختم هذه الإطلالة على الصحف الجزائرية والمغاربية بهذه الرسوم الكاريكاتورية، على أن نلقاكم قريبا إن شاء الله. إلى اللقاء.